انت تعتقدين الجمال اللي فيك ما هو لبناني؟ بصراحة لا، 80% يعني فيني تونس. أقول إنه تونسية. أبوك كان يشتغل خياط. شو اللي دخل في راسك تدخلين مسابقة ملكة الجمال؟ كان عندي ميول على إني أعمل طبيبة، بس أهلي ما شجعوني. لا، ولا اشتغلتي في الشرطة؟ كل الشباب اللبناني يسوون حوادث. طلع شكلك حلو وأنت محجب. والله كثير حبيت. أنت متزوجة وأنت عمرك 27. صح. كم استمر اللقاء؟ بتحسبها بغير طريقة. في كتير رجال بينضرب فيهم المثل بصراحة، وفي رجال شتكتك شتيع. مع الشريان غدا 10:00 بتوقيت السعودية على NBC1.